بدأنا من نهاية العام الماضي بعد الحج مباشرة، بدأت اجتماعات في وزارة السياحة بعمل ضوابط للحج السياحي، وقسمت العدد السنة دي طبعا كان 23,000 أزيد من العام الماضي، وكان متقسم عبارة عن 13,000 تأشيرة منهم حج طيران اقتصادي، 6,000 حج منهم حج عن طريق البر عن طريق نوبة على العقبة يعني، و4,000 منهم اللي هم العدد الأقل اللي كان مستوى ال5 نجوم، وكان كل مستوى مقسم إلى أقسام، يعني ال5 نجوم في صف أول وفي صف ثاني من الحرم، اللي هو 13,000 بتوع الحج الاقتصادي. الدولة اهتمت السنة دي بالحجاج الاقتصادي، ادتهم عدد أكبر. حج ال5 نجوم خد بما يعادل 17% من عدد الحجاج السنة دي، الباقي كان حاجة و80% لحجاج البر وحجاج الطيران الاقتصادي. نزلت الضوابط وأعلنت واتعمل قرعة يوم 6 يناير، واتعرف مين الحجاج اللي فازوا بالحج هذا العام، وطبعا احنا بنهنيهم كلهم لكل الفائزين برحلة الحج الرحلة المقدسة، لأنها في الآخر دي دعوة من الله. ربنا عايز أقول لهم إن ربنا دعاكم إلى بيته حقيقي. انتوا دولا عن 100 مليون مصري اختار 23,000 منكم، فانتوا دي مسؤوليه كبيره من الله عليكم وعلى غرفه شركات السياحه وعلى وزاره السياحه الممثل الرسمي لينا. في تعاون كبير جدا بيننا وبين وزاره الحج السعودي. بمجرد ما انتهت القرعه وبقى في اجتماعات، حدثت اجتماعات بين اللجنه الفنيه الممثله لوزاره السياحه وغرفة شركات السياحة مع الجانب السعودي من وزارة الحج السعودي، ورح شركة رحلات ومنافع اللي هي مسؤولة عن الطوافة في كل من عرفة ومنى. اجتماعات دورية اتعملت حاليا دلوقتي، بدأ سفر طبعا لكل جميع الحجاج سلموا تأشيراتهم، وبيتم عمل عقود برضه من جانب الشركات وعمل ندوات تعريفيه وندوات دينيه ليهم قبل السفر. طبعا في رحلات وصلت بالفعل من الحجاج البري، بقالهم من 3 ايام بيسافروا، في ناس منهم في المدينه وفي ناس منهم النهارده احنا كنا نودع امبارح في المطار جانب كبير جدا من الطيران الاقتصادي اللي هم هيدخلوا ابتداء من 25 ذي القعده في مكه ان شاء الله الى انتهاء الرحله. توافد الحجاج يوميا في انا شفت بنفسي، انا كنت في المطار امبارح بنودع الرحلات عندنا، شفت بنفسي المطار جاهزيه عاليه جدا، شركات السياحه جاهزيه عاليه جدا، من اصحاب الشركات موجودين بنفسهم في توديع الرحلات. تمام. في لينا برضو هناك من موظفين شركات السياحه موجودين في الفنادق لاستقبال الحجاج، استلام الغرف من الفنادق. طيب استاذ ابراهيم، خليني اسال حضرتك عن طبيعه الخدمات الصحيه المقدمه للحجاج قبل السفر وبعد الوصول كمان. طبعا بيتعمل شهادات طبيه هنا، بيطلب عشان خاطر تحصل على تاشيره الحج لازم في شهادات طبيه صحيه بتطلب من الحج، بياخدها من المستشفيات العامه في مصر جميع انواع، وطبعا بيطلع في رقابه جديده جدا من وزاره الصحه هنا. بالنسبه هناك في لجان صحيه تابعه للمملكه العربيه السعوديه، ولجان صحيه طالعه معانا هنا من وزاره الصحه لمتابعه الحجاج. عايز اقول لك في لجان طوارئ موجوده في السعوديه هناك، لو اي مشكله حصلت يعني يقوم التحرك فورا على طول. الفنادق معظمها في تحتها لجان صحيه، كل فندق فيه عدد سكان الحجاج المصريين بتلاقي فيه لجان صحيه موجوده في الفنادق. يعني الحج مجرد ما بيشعر بالتعب بيلاقي فيه دكاتره موجودين ولجنه صحيه موجوده. طبعا السعوديه، طبعا مش عايز اقول لك المستشفيات السعوديه عامله ازاي، يعني مستشفيات على اعلى مستوى واعلى خدمه. الحج بالنسبه للسعوديه وبالنسبه لمصر ده يعتبر رقم واحد بالنسبه لنا، كلنا بنشتغل مع بعض متكاتفين مع بعض في الاستقبال الحج والاطمئنان عليه اولا باول. طيب لو في خدمات او برامج تبقى متوفره لكبار السن خليني اقول وذوي الهمم، هل في خدمات خاصه بيهم؟
طبعا في المطار حتى في تجهيز عجل ليهم لكبار السن، بحيث ان معاهم في عمال في المطار وبيطلعوا بيهم من باب خاص للطياره بالنسبه لكبار السن وكده. نفس الكلام في المطار وصول، سواء مطار المدينه او مطار جده. في نفس الفندق برضه لما بيوصل بيعمل عمرته، في برضه كراسي عجل موجوده وفي الفنادق. لا يعني في اهتمام غير عادي لكبار السن، في سواء في مصر او في السعوديه او في مكاتب الطوافه هناك يعني. طيب هي بس اتفضل اتفضل. قد يحتاج الحجاج في بعض الوقت المرشدين الدينيين ممكن يساعدوهم مثلا في الشعائر وكده، ده موجود اساسي طبعا. في اصلا في اتفاق اتعمل بروتوكول بين غرفه شركات السياحه وبين وزاره الاوقاف، اتعمل ان في دعاء هيبقوا مسافرين موجودين هناك مع حجاج السياحه المصريين، بحيث برضه لان انت عارف ان الرحله دي اغلبها اسئله كتير مكرره تبقى دايما كل سنه احنا بنشوفها. الوعاظ احنا اصلا بنعمل ندوات دينيه قبل السفر، في هناك بقى في ندوات دينيه في الفنادق، يعني بجرد من جاي يعمل عمره، احنا طبعا عمره المصريين كلها الحج السياحي المصري عمره اسمها عمره التمتع الحج متمتعا، يعني بينزل يعمل عمره الاول وبعد كده بيحل احرامه وبيقعد لغايه يوم 8 الحجه لغايه ما يطلع تاني على بيحرم من صندوقه ويطلع على عرفه ان شاء الله. قبل ما يطلع على عرفه للمناسك بقى عرفه ومنى، وهو ده الحج ده الرسمي الاساسي، يعني الركن الاساسي في الحج هو عرفه، بيتعمل في الفنادق في المساجد في الفنادق هناك بيتعمل ندوات دينيه سواء من وزاره الاوقاف او من شركات السياحه، لان كل تضامن مش مثلا كل 10 شركات سياحه او 5 شركات سياحه بننضم مع بعض وبنطلع داعيه يطلع للفوق ده على طول متواصل مع الحجاج في الفنادق بالادوات الدينيه بيعرفهم ازاي يحج، لان في ناس احنا بنتفاجئ بيهم ان هم بيطلعوا اول مره ما طلعش عمره قبل كده، تمام؟ يعني ما شافش السعوديه قبل كده، فبيتعلم ازاي بالناحيه الدينيه. الناحيه الاداريه انا عايز اقول لك ان موظفين الشركات واصحاب الشركه نفسهم موجودين بصفه دايما من ساعه ما استلم الجواز من الشركه الى انتهاء الحج وهو معاه اول باول بجنبه. لذلك انا بنصح الحاج السياحي الحاج بصفه عامه انه يلتزم مع الشركه، يعني خليك دايما بجانب مشرف الشركه.